تعالوا شوفوا بقى الفطار بتاع النهارده ايه. بجد والله العظيم من امبارح انا ما نمت، لان ابني كان تعبان جدا وكان سخن بقاله 3 ايام كده، سخن وكان بينزف من مناخيره جامد، فكنت سهرانه بيه طول الليل لان انا اصلا بخاف من حته السخونيه دي. اكيد اكيد كل ام فاهمه انا بتكلم في ايه. فتعالوا بقى عشان افرحه شوفوا انا عملت له ايه. تعالوا بصوا بقى، بصوا بقى، بصوا بقى الجمال والحلاوه والطعامه بقى. سخن صاج جلاش باللحمه المفرومه ومعمول بطريقه مورقه كده وحلوه وتحفه. هقول لكم بقى انا بدهنه ايه. بدهنه زيت وسمنه وزبادي ومعلقه كده صغيره من بيكنج بودر عشان يطلع كده مورق، وبحط بيضايه وربع كوبايه من اللبن، بضربهم مع بعض كل المكونات وبسقيهم بقى كل رق كل رقين، بسقي بقى بالتشريبه الحلوه دي، هيطلع معاكي تحفه تحفه. قمر 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 حكايه. طاجن المكرونه باللحمه المفرومه، الله عليك. انا عامله طاجنين، انا عامله طاجنين، يعني عامله طاجن كبير وطاجن صغير. يعني بصوا انا عامله الاكل اهو جاهز اهو، وكل المواعين اللي طلعت بقى بصوا مصفيها بالمنظر ده. المواعين ما خلصتش، احنا لسه هناكل ولسه هنطلع مواعين تانية، بس مش انا اللي هغسلها، ولادي اللي هيغسلوها. انا قلبت لكم الكاميرا عشان تشوفوا الجمال والحلاوه والطعامه. بصوا 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 يا اخواتي، والله انا صارفه ومكلفه النهارده، والله انا صارفه ومكلفه النهارده.